مركز تسويقي أريد له أن يكون هو الأكبر من نوعه على مستوى الفرات الأوسط، لكن الملايين التي تسدد هنا لا تساوي شيئا أمام الخدمات التي تقدم بحسب من يعمل في هذا المركز. هذا المركز الذي تم إنجازه في أطراف الديوانية والذي أريد له يستوعب أعدادا ليست بالقليلة من الأيدي العاملة وتحريك عجلة الاقتصاد في المحافظة، لكن حين دخلنا ذلك المكان وتجولنا فيه وبعد أن تحدثنا مع أصحاب المكاتب وجدناهم يتذمرون من بقايا النفايات المتكدسة ومبالغ الإيجارات المرتفعة جدا وخدمات تعرقل من جعل مكانهم نموذجيا كما كتب في تصاميمه وقت تنفيذه. هاي العلوة يعني حقيقة تفتقد كل مقومات الراحة لأصحاب المكاتب، كهرباء ماكو، ماي ماكو، مجاري ماكو، تبليط ماكو، خدمات ماكو. طونا قطعة أرض كبيع وشراء هذه القطعة 200 متر أو 215 لا يساوي ثمنها 10 ملايين، أجرتها هذه 200 متر اللي قيمتها ما تساوي 10 ملايين أجروها ب 100 مليون دينار لمدة 3 سنوات. شعب مات، شعب انتهى، أكو علوة هالشكل عظيم، شعب دمر. علوه احنا سويناها، الله وكيلك، احنا سويناها وتعبنا وكل شيء ما سوت لنا البلديه بس تاخذ فلوس من عندنا. هاك شوف زباين لا مجاري لا كل شيء ما سوت. كما استفهم آخرون عن التأمينات التي تم دفعها من قبلهم دون أن يتنعموا بخدمات حقيقية، خصوصا وهم يمثلون أهم مكانا بتزويد المحافظة بما تحتاج من الخضر والفواكه. بالنسبة لنا صارت كنصب احتيال، يعني أكثر من هذا ما أقدر أقول. شون؟ سلمنا أرض فارغة، البداية كانت البناء عليهم على البلدية، كبداية البناء عليهم، وكانت بالبداية الخبر اللي سولف به هو واللي حكى ويانا به 9 ملايين إيجار المكتب، هذا الناس كلها تشهد به 9 ملايين. من بعد 9 ملايين قايضنا مقايضة، قال يابا اجوا جماعة من عندكم من العلوة، ما نعرف ذولا الجماعة، هنا اكو جماعة ناس هنا عرضوا علي مبلغ، فهنا انا بعد ما اقدر اسوي لكم العلوة مكاتب واجركم 9 ملايين، ايش اريد من عندكم؟ اريد المبلغ يتوازى هذا المبلغ. حول الإيجار من 9 ملايين الى 25 مليون. بلدية الديوانية تؤكد أن الكهرباء سينفذ قريبا مشروعها لهم، وما يخص النفايات لم يخفوا من وجود التقصير، وارتفاع الإيجار هو قانوني وأصولي للتنافس الشديد على الأرض المشيد عليها كل مكتب. موضوع إيصال الخدمات إلى علوة المكاتب، علوة المخدرات، فيما يتعلق بالماء فإنه تقع مسؤوليتي على دائرة الماء، فيما يتعلق بالكهرباء تم تسديد ما بذمة الدائرة من مبالغ إلى أداة الكهرباء التي هي تلتزم حسب مسؤولياتها بإيصال التيار الكهربائي. النفايات هناك قصور من المديرية في هذه المرحلة بسبب العجز الكبير في عدد الآليات المخصصة لرفع النفايات. يعتبر هذا النشاط من النشاطات المربحة جدا والمدرة جدا، وبالتالي يعني الأسعار الحالية هي متوقعة جدا لكونه أحد أهم النشاطات المربحة في المدينة. واقع كما وثقناه في أهم مركز تسويقي في المحافظة، ونحن سنتابع حلول المعنيين التي أكدوا بوضعها قريبا لرصدها وبيان حقيقة التنفيذ من عدمه. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.